تعد العين من أكثر الأعضاء أهمية في جسم الإنسان، هذا إن لم يرى الكثيرين من أنها الأهم من كل شيء. وبالرغم من ذلك فقد فقدتها هذه السيدة التي تدعى خديجة أحمد البالغة من العمر 30 عاما. هي وطفليها آمنة حسب الله صاحبة 7 سنوات وحامد الذي لم يمضي على ميلاده سوى 3 أشهر، حيث فقدوا جميعهم نعمة البصر وعاشوا في ظلام طوال حياتهم. لا هي تعرف هذا الرضيع منذ أن أنجبته، لا هو ولا أخته كذلك، حتى جاءت هذه المؤسسات الخيرية حاملة بيدها بشارة النور. الأجيال في نندا والدوم هم أميانين، والأم كذلك وراثي، المرض يسمى كتركت وراثي. دونك هم الفاميدا كله انه المرض ده الحمد لله هم جو 3 ديل ده نمر لهم عمليات نفتح لهم عيونهم ويشوفوا. وعقب التأكد من ان جميعهم مصابين بالكتراك اجريت لهم عمليات جراحية من قبل الدكتور جبرين درديزين ورفاقه، فابصرت ما كانت تشتاق اليه، وكذا طفلتها التي عاد اليها النور منذ سنوات. في حين ان حامد تكفلت المؤسسة باجراء عملية جراحية له بالعاصمة أنجمينا في قادم الأيام. اليوم نشوف ناسي ونشوف إيالي ده، ربنا يعطيهم الجنة وربي يفرق لهم. 30 سنة إني ده ما نشوف ولا إيالي ولا أهلي، لكن اليوم من هند دبيت نو جابت لنا ناس حنا عملية ده جو هنا دكاتر ده شغل إني ما إيالي. المرض دي هي وأولاده كل ما يشوف ولا هي شافت أولاده ولا اولاد شافوا امهم. اليوم ما شاء الله ده وقت يشوفوا فوقهم العيال يشوفوا امهم وامهم يشوفوا الاولاد. عشان ده انينا قبل النهارده اللي الله يسلمك ده كله باذن الله. حالة خديجة لا تختلف عن وضع أسرة النور صوصل المكونة من 6 أفراد، حيث يعيش أطفالها 3 دون النظر إلى أبويهم. وفور سماعهما بقافلة مؤسسة القلب الكبير قطعوا المسافة ما بين مدينة بوكورو بولاية حجر لميس للوصول إلى هنا بمدينة موسورو، لكن لسوء الحظ لم يجدوا ما قدموا من أجله. وأخوها المراه ده كل مول ده مردان قاعد عيكة يمشي منا البكي فقال أنا غار ده كل عين أنا واحد ما إني وكده صغير ده كل جوا ده كله قاعد إيك وما ماشي. أول المكشف قال لنا عيال ده عطونا كت كت ده قال لنا هود ما شوفه كان تودوه من جمينا بس ما أدري بدر ما في نمشي بين جمينا أو ما عنده سعادة تساعدنا. رسالة النور صوصل وقرينته أم هاني واضحة تماما، حيث لا حول لهم ولا قوة سوى أصحاب الأيادي الممدودة، على الرغم من تمسكهم بالأمل الذي ربما به سيبصر النور.